السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في التست رقم 18 في مادة الـ IQ من هاجم تروبول الكتاب الثاني. هنا لدي تكرارية في الـ A في هذه المنطقة، إذن تكرارية الـ A في الموقع الثاني والموقع الأخير، وبالتالي تمثل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أرقام، وبالتالي A تمثل الرقم 9، وبالتالي هنا 9 هذه الكلمة توافق هذه الشفرة، وبالتالي FEDA هي نفسها الكلمة المجهولة لدي أو الشفرة المجهولة لدي، وبالتالي الجواب الشفرة هو 4359، 4359، والجواب هو D. هنا سوف نقوم بإجراء المطابقة في هذا العمود. لدي K M المكررة مرتين تمثل العدد 2، وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بالرقم 2. هنا بدأت بواحد خاطئ، بدأت بثمانية خاطئ، بدأت بخمسة خاطئ، بدأت بثلاثة خاطئ، والجواب هو A. في التمرين الثالث سوف أعتمد على الحل بالطريقة التالية. لدي هنا في العمود الأخير لدي M مكررة، لدي دي مكررة، ولدي الواي مكررة، وبالتالي الاي لا تحوي تكرارية أخرى. نعمل نفس الشيء بالنسبة للشفرة المقابلة المكونة من أرقام. لدي الخمسة مكررة، لدي الستة مكررة، ولدي الواحد مكررة، وبالتالي الآ تمثل الرقم 9، وهذه المجموعة من الأرقام تمثل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف، وبالتالي الـ A 9 والـ M هي 6. لما كانت الـ M 6، وبالتالي أنا لدي هنا 6 تنتهي هذه الشفرة بـ6، وبالتالي تقابل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف. بإجراء المطابقة الـ K تكون 0، وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بـ 0 9 6 9. هنا 4 خطأ، هنا 3 خطأ، هنا 5 خطأ، هنا لدي في الأخير يجب أن يكون K 9، وبالتالي G خطأ، والجواب هو E. بنفس الطريقة في هذا التمرين سوف نقوم بإلغاء الرمز المشترك. هنا لدي مثلث مشترك، هنا لدي هذا الرمز أيضا موجود، لدي المربع المظلل موجود، وبالتالي هنا لدي المربع المفرغ. نقوم بإجراء نفس العملية في الشفرة المكونة من أرقام المطابقة. لدي هنا 6 موجودة، لدي الخمسة أيضا موجودة، لدي 7 أيضا موجودة، وبالتالي هذه الصيغة المكونة من مجموعة أرقام تقابل هذه الصيغة المكونة من مجموعة أشكال، وبالتالي لدي هنا 1، لدي هنا هذه الإشارة تقابل الرقم 9، ولدي هذه الإشارة تمثل الرقم 7. إذن 9 1 7، 9 7 1 خاطئة، 9 1 4 خاطئة، 7 خاطئة، 6 خاطئة، 9 1 7، والجواب هو A. في هذا التمرين سوف نقوم بإجراء مطابقة في هذا العمود. لدي حرف O مكرر مرتين، وبالتالي يمثل هذه الإشارة. إذن هنا سوف يكون لدي الحرف O، وبالتالي لدي هنا F خاطئة، F خاطئة، L خاطئة، B خاطئة، و G هي الإجابة الصحيحة. في التمرين السادس سوف نعتمد على الطريقة التالية بإيجاد الحل. سوف أقوم بحذف الأحرف المكررة. لدي الـ M مع الـ M، الـ A تحذف، الـ K تحذف، الـ I تحذف، والجي تحذف، بقي لدي دي واي اي زد. نفس الاسلوب في الطرف الاخر، الاكس تحذف، الار ايضا محذوفة، الاف ايضا محذوف، والبي مكررة تحذف، والال مكررة تحذف، وبالتالي بقي لدي هذه الشفرة اصبحت تقابل هذه الشفرة، وبالتالي هنا لدي الجي هي اف. إذن كلمتي سوف تبدأ ب F، هنا محذوفة وهنا محذوفة. الـ I تقابل هنا الحرف R، off R، هنا F B، هنا F O، وبالتالي E،
وآ محذوفة، والجواب هو د. في السؤال رقم 7 سوف نقوم بإجراء المطابقة بالشكل التالي: لدي هنا العدد 6، لدي هنا العدد 6، هنا يبدأ بأربعة وينتهي بستة، يبدأ بأربعة وينتهي بستة، وبالتالي أنا لدي الرقم 4 يمثل القيمة 5. الرقم 4 هنا أقوم بإجراء مطابق مرة أخرى، هنا 2 5 بهذا الشكل، الرقم 4 يقابل 5، وبالتالي الإجابات المطروحة بين لدي هنا 5 هنا 7 إجابة خاطئة، هنا 5 هنا 5 هنا 8 إجابة خاطئة. الآن بالشكل التالي نقول أنه لدي الرقم 3، الرقم 3 هنا ماذا يمكن أن يطابق؟ الرقم 3 ممكن أن يأخذ قيمة الواحد وممكن أن يأخذ قيمة الأربعة. إذن هنا الرقم 3 إما واحد أو أربعة، هنا أخذ واحد ممكن، هنا أخذ واحد ممكن، هنا أخذ 9، إذن الإجابة أي خاطئة. ننتقل إلى الرقم الذي يليه، رقم 2. الرقم 2 ممكن أن يأخذ القيمة 9 وممكن أن يأخذ القيمة 6. هنا بإجراء المطابقة مع الرقم 2، هنا مطابقة مع الرقم 2، وهنا المطابقة مع الرقم 3. إذن رقم 2 ممكن أن يأخذ 6 وممكن أن يأخذ 9. إذن هنا الرقم 2 في الموقع الثاني ممكن أن يأخذ 9 وممكن أن يأخذ 6. هنا أخذ 8، وبالتالي جي لا يمكن أن تكون إجابة، وبالتالي هنا أخذ 9، آه هو الجواب الصحيح. في التمرين الثامن سوف نقوم بالحل بالطريقة التالية: نحذف الرموز المشتركة، هنا الرموز المشتركة نقوم بحذفها بهذا الشكل، في المقابل هنا الأحرف المتشابهة نقوم بحذفها وبالتالي لدي هنا هذه الشفرة تقابل هذه الشفرة وهذه الشفرة تقابل هذه الشفرة، وبالتالي أنا لدي الـ x تقابل المربع ولدي الـ l تمثل المثلث. هنا أيضا لدي إذا كانت الـ x مربع إذن هنا x، وبالتالي هذه الصيغة ستطابق هذه الصيغة، وبالتالي هنا الـ b هي الدائرة، وبالتالي مثلث مفرغ مربع مفرغ دائرة مفرغة، إذن الجواب هو b. في التمرين التاسع سوف نقوم ب هنا لدي I هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل هنا 3 5 1 8 9 9، تقابل هذه الشفرة المكونة من مجموعة أرقام، وبالتالي هنا 6 تقابل الـ E، إذن هنا E. أيضا لدي الاثنان تقابل الـ K، وبالتالي في المرتبة الثانية أو في الخانة الثانية سوف يكون لدي K، وبالتالي الجواب هو J. التمرين العاشر نقوم بحذف الأحرف المتطابقة J مع J والH مع الH، W W X X، أيضا V مع V والT مع T. بقي لدي هذه الأحرف هنا R S، هنا نحذف الأحرف المتطابقة أو الرموز المتطابقة، هنا لبساين، هنا الفاين، سيجما هنا، والباي أيضا يحذف، يبقى لدي بهذا الشكل. وبالتالي هنا هذه الرموز تقابل هذه الأحرف، وبالتالي الآر كلمتي سوف تنتهي بآر، هنا انتهت بدبليو خطأ وبتي خطأ بإكس خطأ بإكس خطأ، والجواب هو ب. في التمرين 11 سوف نحذف الأحرف والأشكال المتشابهة: لدي 7 مع 7 مع 7، لدي أيضا 9 مع 9، 2 مع
مع بعضها الثلاثة والواحد الثمانية ولدي الستة، وبالتالي بقي لدي نحذف أيضا في الطرف الآخر هنا تحذف 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 إشارة التي، إشارة الفاين، إشارة المئة، وأيضا هذه محذوفة، هذه محذوفة، وهذه محذوفة. بقي لدي إشارة التطابق وإشارة الأكبر، وبالتالي إشارة التطابق تمثل الخمسة، إشارة الأكبر تمثل الأربعة. ببساطة أصبح لدي هذا الرمز، هذا الرمز يمثل الخمسة، وهذا الرمز يمثل الأربعة. نقوم بإجراء مطابقة الآن، يعني كل هذه الصيغة، كل هذه الصيغة، هذه الصيغة تطابق هذه الصيغة. يعني ببساطة الآن لدي هذه الصيغة تطابق هذه الصيغة. الآن لدي هنا سبعة، هذا الرمز يمثل السبعة، إذن هنا لدي سبعة، وبالتالي كلمتي سوف تنتهي بالرقم سبعة، والجواب هو إي. في التمرين الثاني عشر والأخير هنا نقوم بإجراء المطابقة في هذا العمود. لدي إشارة الينتمي تمثل إشارة بالمئة، إذن الينتمي تمثل إشارة بالمئة. طيب لما كانت الينتمي تمثل إشارة بالمئة، وبالتالي هنا الإشارة بالمئة، يعني هذه الصيغة المكونة من مجموعة رموز تمثل هذه الصيغة المكونة من مجموعة رموز. نقوم بإجراء المطابقة. لدي السيجما تمثل هنا، السيجما تمثل هذا الرمز. لدي أيضا بالمئة هنا، هذا الرمز يمثل إشارة التطابق. لما كانت سيجما تمثل هذا الرمز، يعني هنا لدي سيجما، سيجما، وبالتالي هذه الصيغة المكونة من مجموعة رموز تقابل هذه الصيغة المكونة من مجموعة رموز، وبالتالي الفاين تقابل البتة، إذن هنا لدي بتة، الباي تقابل هذه الإشارة، وبالتالي لدي احتواء تطابق بالإشارة الأصغر، لدي هنا رمز بتة، رمز بالمئة، وإشارة التطابق، والجواب هو هو الإجابة الصحيحة. هنا لاحظ لا يوجد بتة، هنا لا يوجد بتة، إجابة خاطئة، خاطئة. هنا وجد بتة لكن إشارة الباي أكبر، خاطئة، وهنا الباي أتت بتة، وبالتالي أيضا تعتبر إجابة خاطئة، والجواب هو آه. وشكرا لكم.